مين تجاوب عليهم ليه تربح معانا جائزة من برنامج كنز رمضان؟ موافق والله. بسم الله. الله يبارك فيك. جد قول لي في أي صورة ذكر شهر رمضان؟ سورة البقرة. الله يبارك فيك. سؤالك الآخر، ما هي القزوة التي وقعت في رمضان؟ بدر. الله يبارك فيك جدو. جدو تبان ما شاء الله عليك في السيرة، لأن أطرح عليك شيء يعني تحاجي. شو كانك بتبيضا حتى؟ ما نخبر فيه بعد حتى، قال بسم الله وتو. الله يبارك فيك جدو. وتحاجيتك هي قد حتي من يطع ما تنكفى ولا تقطع، ليك تنقال ليش؟ كي حاجة قلت تنقال ليش الله قلت حتي ما تنكفى قد حتي من يطع ما تنكفى ولا تقطع. لا دو عندك خيارات نجانك لا أعطيهم. ما عندك مشكلة. الحاسي، البحر، السماء. حاسي. الله يبارك فيك والله هذاك هو جوابهم. وعندك تحاجي أخرى كانك تفوز معانا في كنز رمضان، وقع لا تفوز معانا بكل اللي تستحقها. تحاجيتك الأخرى جدو طويل بلا ظل. طريق. الله يبارك فيك. جدو رانا فزت معانا في برنامج كنز رمضان، واللي نقدموا لك جائزة تستحقها بكل اللي تبارك الله جاوبت على الأسئلة كاملين. إلى شفت التوفيق من الإنس والله الرجال. ايوا جدو تفضل قبل جائزتك من كاس كنز رمضان واللي انت وحظك. أولاً رمضان كريم، الله يبلغنا وبلغكم رمضان إن شاء الله، رمضان كريم علينا وعليكم. أولاً خلعنا قاع حين ترجع بينا نفس شوي. جزاكم الله خير على الجائزة القيمة. أطرح بالكم.